يعني استاذ محمد تعليقك. يعني واضح انهم يعلمون الكثير عنا. طبعا كما نعلم نحن الكثير عنهم. الكره ما خلاص الدنيا مكشوفه طبعا. الدنيا مفتوحه طبعًا. يعني اصبحت قريه صغيره العالم كل حاجه معروفه لينا وليهم وعارفين كل حاجه عن الاهلي زي ما احنا عارفين كل حاجه عنهم. هم يعلمون قوه الاهلي جيدا كما نعلم مواطن القوه وجيدا. لكن هو اتفق معنا في نقطه مهمه جدا اللي هي الجماهير. يعني قلت لحضرتك ان غياب الجماهير في مصلحتنا احنا اكتر من مصلحتهم هم، لان جماهيرهم اكثر شراسه في التاثير والتشجيع. نتفق زي ما احنا متفقين ان مواجهات المصريه المغربيه على مستوى الانديه ومستوى المنتخبات هي دربيات كاننا في دوله واحده زي ديربي الاهلي والزمالك كده. فبنتواجه مع اي فريق بتبقى نفس ده مع تونس والجزائر والمغرب بيبقى فيها منافسه شرسه جدا وقويه بين الفرقتين. ده بيعطي المباراه دوافع كتيره جدا وزي ما قال لك بنفس التعبير بيذيب الفوارق بين الفرق وبالتالي يبقى في نوع من التساوي في الكفتين. يعني لان بيكون في حماس كتير جدا في اداء كبير جدا في رغبه من كل فريق في حسم اللقب لا سيما وان فرقتين زي الاهلي والوداد. يعني الاهلي منذ 7 سنوات لم يحرز اللقب، فبالتالي عنده دافع كبير جدا انه يحرزه ان شاء الله السنه دي. الوداد فقد اللقب وصل للنهايه في مرتين يوصل النهايه وما ياخدش البطوله. الوداد يعني من الفرق اللي ليها باع طويل في دوري الابطال الافريقي، بقالهم 22 مباراه تقريبا ما خسروش في دوري الابطال، وكانت اخر مباراه خسروها في يوليو 2016 وبالمناسبه كانت على يد النادي الاهلي. اخر مباراه فعلا وان شاء الله يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله وزي عندهم